من ضمن الأسئلة، أنا جالي ميتنج ويبكس في البنك الأهلي بس ما جاليش طبي، هل كده عادي؟ وفي ناس كانوا معايا جالهم ميتنج ويبكس وطبي بالنسبة لي تعيين البنك الأهلي. الحقيقة إنه يا أشرف عادي جدا، لأنه عادة الاتش ار اللي بيشتغل ممكن يبقى هو ماسك حاجة معينة وبيعمل الطب بتاعك أو هيتأخر، لكن أي مكان أنت امشي فيه خطوات البنك الأهلي. والبنك الأهلي البنك الأهلي كنت أقول القهوة، البنك الاهلي خطوات التعيين فيه طويله جدا جدا، في ناس بعد سنه بعتولها وبعد سنه ونص، فعيش حياتك خالص، ولو بتشتغل خليك مكمل في شغلك او قدم في شغل وروح مقابلات عمل، لكنك ما تعينتش خالص، يعني مضيت العقد وقاعد في الشغل ساعتها انت تعينت في البنك. غير كده ما تعيش بقى احلام ولابس البدله، وما تقارنش زمايلك اللي بيحصل لهم، انت تابع مع اللي بيتابع معاك، روح مقابلات العمل واعمل كل حاجة، ولكن خلي بالك البال طويل وإجراءات التعيين طويلة، فاشتغل وانزل واعمل كل حاجة وربنا يوفقك بإذن الله، وإن شاء الله كانت من نصيبك تجيلك على خير وربنا معاك.